بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 91. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأثر فيه أن هناك جماعات من أهل الضلال ينكرون أسماء الله وصفاته، ينكرون أسماء الله وصفاته، ويزعمون أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي الشرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى واحد. نعم، هو واحد سبحانه، لكن يزعمون أنه إذا قيل السميع البصير الرؤوف الرحيم ونحو ذلك أن هذا من الشرك، لأن هذا السميع البصير، فهم ينفون الصفات، يرون أن هذا هو التوحيد، وأن إثبات الأسماء والصفات شرك بالله عز وجل، ويرون أن الله جل وعلا ذات مجردة ليس له أسماء ولا صفات بزعمه، وهذا ضلال وكفر بالله عز وجل. ولكن زين لهم شياطين الإنس والجن هذا المذهب الخبيث، وإلا فإن أسماء الله وصفاته من صفات الكمال ونعوت الجلال، وكلما كثرت أسماء الشيء دل على عظمته، كلما كثرت أسماء الشيء دل ذلك على عظمته. هذا من جهلهم، لذلك أنكروا الأسماء والصفات، جحدوها وظنوا أن هذا هو التوحيد، والواقع أن هذا ليس إيمانا بالله سبحانه وتعالى. حتى تؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، وهذه الأسماء والصفات الكثيرة العظيمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل الضلال زين لهم شياطين الإنس والجن هذا المذهب، وهو أن الله جل وعلا ليس له أسماء ولا صفات، لأن ذلك يقتضي الشرك عندهم. هذه مخالفة للعقول، مخالفة للكتاب والسنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث. مشهور عبد الرزاق من أئمة أهل اليمن، الصنعاني، الرزاق الصنعاني، يعني من أهل صنعاء. نعم. هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث همام بن منبه من علماء اليمن الكبار،
همام ابن منبه. نعم. محدث اليمن صاحب التصانيف. نعم. أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري. نعم. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. نعم. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني. نعم. أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس ابن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال فمن خلفت يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قلت فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. قال إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. نعم، هذه النتيجة، أن السبب في ظهور هؤلاء مع أنهم ليسوا من العرب أنهم سادوا بالعلم والعمل، وهذا العلم من أخذ به ساد ومن تركه ضاع. نعم. قوله عن ابن عباس قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير. هذه الدعوات النبوية نفع الله بها هذا الرجل الذي هو ابن عباس رضي الله عنه، فساد الناس بالعلم والعمل مع صغر سنه، وهذا العلم الشرعي من
أخذه وعمل به ساد، ولو كان ليس عربيا. نعم. هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني ابن عباس، نعم، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله: ما فرق هؤلاء، يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق، أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي رحمه الله: بسبب الجهل، هذا الذي يجدونه عند ذكر أسماء الله وصفاته من الاستنكار هو بسبب الجهل، وأنهم لم يتلقوا العلم عن أهل العلم الموثوقين، هذه نتيجة التتلمذ على علماء الضلال، أنه يسري في طلابهم، فيجب التتلمذ على أهل العلم المعروفين به ثابتين عليه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيجب على طالب العلم أن يختار العلماء الراسخين، ولو أنه يسافر إليهم ليأخذ عنهم العلم، ولا يتتلمذ على العباد والزهاد الذين ليس عندهم علم. نعم. قال الذهبي رحمه الله: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. مع أن الله يقول: ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع، والاستواء على العرش صفة من صفات الأفعال، يفعلها الله إذا شاء، صفة من صفات الأفعال يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى، وإلا فهو في العلو فوق مخلوقاته، وفي العلو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأحيانا يستوي على العرش، يعني يرتفع على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، يستوي على العرش استواء يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلال الله، نؤمن به ونثبته ولا نحرفه عن معناه، لأن بعضهم فسر قوله تعالى استوى على العرش استولى على العرش استولى، وهذا كلام باطل ليس في الكتاب ولا في السنة هذا التفسير، وهو مستول على العرش وعلى غيره من مخلوقاته، لا ميزة للعرش في ذلك على غيره من المخلوقات، إذا كان القصد أنه استولى على استولى فهو مستول على كل شيء،
ليس على العرش فقط، أما استوى على العرش فهو في سبعة مواضع من كتابه كلها بلفظ استوى على العرش، إلا لفظا واحدا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. فلا يسلم. هذه آفة خطيرة، الذي يؤمن ببعض الآيات ويؤمن ببعض الأسماء والصفات وينكر البعض الآخر مع ثبوته لله عز وجل، وهذا بسبب الجهل وبسبب أخذ العلم عن أهل الضلال والمنحرفين. نعم. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك. نعم، بأخذ العلم عن أهله معروفين به، ومن الكتب الموثوقة كتب أهل السنة والجماعة، ويحذر كل الحذر من الكتب المنحرفة كتب أهل الضلال، لأنها تضله وتهلكه. فلا بد من أمرين: أولا أخذ العلم عن أهله المعروفين به، وثانيا أخذ العلم عن الكتب الموثوقة المبنية على الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك. نعم. من الإيمان بكتاب الله كله واليقين. نعم. كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات، والمحكم هو الذي يظهر تفسيره منه، وأخر متشابهات، والمتشابه هو الذي لا يظهر تفسيره منه حتى يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم فيتبين معناه. نعم. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. نعم. فلا بد من أخذ أهل العلم عن العلماء الراسخين المعروفين بالعقيدة السليمة وبالعلم الصحيح، والابتعاد عن المتعالمين وعن أهل الضلال وعن كتبهم المملوءة من التحريف والتزييف. الحمد لله الطريق واضح، عندنا كتاب الله القرآن، وعندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، فلا طريق إلا هذا الطريق، الأخذ بالكتاب والسنة وترك ما خالف الكتاب والسنة
من عقائد أهل الضلال، وهي كثيرة، وهي مروجة أيضا، فلا بد أن الإنسان يتعلم العقيدة الصحيحة من أهلها المعروفين بها، ولا بد أن يعتمد على الكتاب والسنة والكتب المبنية على الكتاب والسنة، هذا هو الطريق الصحيح. نعم. واليوم ظهرت المواقع التي فيها التضليل والتحريف، وصار كل يتكلم في هذه المواقع وينشر ويسمعه الناس في المشارق والمغارب، فعلينا أن نحذر منها، ولا ينجو من ذلك إلا من وفقه الله وتعلم العقيدة على أهل العلم الموثوقين المعروفين به. نعم. كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم، فإن هؤلاء ما ضلوا إلا بسبب أنهم أخذوا العلم عن غير أهله المعروفين به، أخذوه عن أهل الضلال فضلوا. نعم. ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. نعم، يحمل بعض آيات القرآن على مذهبه وعلى ما يراه، ويترك أخذ القرآن عن أهله وأخذ التفسير عن ما ثبت من التفاسير الصحيحة، تفاسير أهل السنة والجماعة، كتفسير ابن جرير الطبري إمام المفسرين، وتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وغير ذلك من التفاسير المعروفة. نعم. وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. الحمد لله الذي تكفل بحفظ دينه وحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليرجع إليهما من يريد الحق، وحفظ لنا مذهب أهل السنة والجماعة لنرجع إليه، ولنحذر مما سوى ذلك من كتب أهل الضلال وعلماء أهل الضلال، حتى نصل إلى الحق، حتى نصل إلى الحق من الكتاب والسنة وعن أهل السنة والجماعة من الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان، هذا هو الطريق الصحيح. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد، صراطي صراط واحد، وأما ما خالف هذا القرآن فإنه سبل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، فخط خطا معتدلا على الأرض، وخط على جوانبه خطوطا
وقال للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال للخطوط التي على جنباته من هنا وهنا قال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فلنحذر من هذه السبل المتفرقة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله جل وعلا لنا. نعم. ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي. كتاب الدر المنثور لتفسير القرآن بالماثور، هذا للسيوطي، كتاب مطبوع ومتداول وهو كتاب جيد، الدر المنثور. نعم. قال في الدر المنثور تفسير بالماثور. نعم. قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله. المحكم هو الذي يظهر معناه من لفظه، والمتشابه هو الذي لا يظهر معناه من لفظه ولكن يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم فيتبين معناه. هذا طريق العلم الصحيح، أن المتشابه يرد إلى المحكم فيفسره ويبينه ويتضح الحق. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، والأم هو الذي يرجع إليه الشيء، وأخر متشابهات لا يظهر معناها منها، وإنما يظهر معناها بردها إلى المحكم الذي يفسرها ويبينها. ولكن هذا يحتاج إلى أخذ العلم عن أهل العلم الموثوقين به. نعم. زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. نعم. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. الذي يعتمد على المتشابه ويترك المحكم هذه عاقبته أنه يضل ويضيع. نعم. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. نعم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: آيات محكمات، قال: منهن فقل تعالوا إلى ثلاث آيات، ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات. نعم. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات
المنسوخات. نعم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى ابن يعمر وأبا فاختة تراجع هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاختة: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. هذه المحكمات. نعم. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر ابن الزبير قال: محكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر متشابهات في الصدق، لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخر متشابهات، يعني فيما بلغنا: ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، الحروف المقطعة. نعم. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. نعم. فأسماء الله وصفاته من المحكم وليس من المتشابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم. كانوا لما سمعوا كانوا يستمعون لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، يأتون في الليل يستمعون الرسول يصلي ويقرأ فيستمعون له، وهم كفار يستمعون له ويعجبون بذلك. فلما قرأ الرحمن قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب لأنه تسمى بالرحمن. فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال الشارح رحمه الله: روى ابن جرير رحمه الله عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. نعم. وروى أيضا لأجل تألفهم وإمهالهم
حتى يتضح لهم الحق. نعم. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قال: هذا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك اللهم، قال: وهم يكفرون بالرحمن، قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. نعم. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا، وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. نعم. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا حتى يؤمن ويقر بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. نعم. الثانية: تفسير آية الرعد. نعم. وهي: وهم يكفرون بالرحمن، وهي قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يعني يجحدون هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة: ترك الحديث بما لا يفهم السامع. يفهم. ترك الحديث بما لا يفهم السامع. نعم. أنت إذا حدثت أحدا أو علمت أحدا فعلمه بما يفهم، ولا تعلمه بشيء لا يفهمه، ولكن انتظر به حتى يفهم ذلك الشيء، لئلا يكون هذا سبب في ضلاله. نعم. الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم. ولو لم يتعمد المنكر. نعم. فالواجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وإن لم تفهمها آمن بها ثم اطلب معناها الذي أشكل عليك حتى يتبين لك، فلا تبادر بالإنكار بسبب أنك لا تفهم الشيء هذا، ستفهمه إذا راجعت أهل العلم وسألتهم عنه. نعم. الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم. يجدون رقة، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول: هذا مالي، ما يقول من الله، يقول: ورثته عن آبائي، ورثته عن آبائي. فهو اعترف أنه ماله وأنكر أنه من الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. ولم يقل: هذا مالي وهو من الله، الله رزقني إياه، وإنما يعتمد على أنه ميراث عن آبائي. نعم. وقال عون بن عبد الله:
يقولون لولا فلان لم يكن كذا. نعم، فيسندون الشيء إلى المخلوق، لولا فلان ما حصل كذا. والواجب أن يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. نعم. وقال ابن قتيبة يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. هذه الأموال وهذه الأرزاق ليست من الله بزعمهم، وإنما هي بشفاعة أصنامهم ومعبوداتهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ينسبون النعمة إلى الله بل ينسبونها إلى غيره. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير رحمه الله: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر يعرفون نعمة الله ما هي. نعم. فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: محمد صلى الله عليه وسلم. يعرفون أنه على حق ولكن لا يتبعونه، ينكرونه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك. هذه السورة سورة النحل. نعم. وأن الله هو المنعم عليهم بذلك. نعم. ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. نعم. ولا ينسبونه إلى الله، وإنما يقولون هذا ميراثنا عن آبائنا. طيب، آباؤكم من جاءهم هذا؟ أليس من الله؟ نعم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. نعم. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، ويجحدون أنه من الله. نعم. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. نعم. وقد ذكر المصنف أنه من الله، ثم يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني الأصنام. نعم. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثل هذا عن ابن قتيبة. نعم. وهو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، قاضي مصر. الدينوري. نعم. عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري. نعم. قاضي مصر، النحوي اللغوي، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد، وسمع الحديث عن إسحاق ابن راهويه وطبقته، توفي سنة 76. وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 120. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا.
نعم، ولا يقول من الله، وإنما يقول لولا فلان، ينسب هذا إلى فلان، إلى المخلوق، ينسب نعمة الله إلى المخلوق ولا ينسبها إلى الله الذي أنعم بها. نعم. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب، والله أعلم. نعم. قوله قال مجاهد يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قول ابن مسعود رضي الله عنه كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف، ما المراد بالكتاب الأول؟ كتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الحديث الذي حدث به وكيع الذي مطلعه إذا جلس الرب على الكرسي، هل الكرسي هنا بمعنى العرش أو هو موضع قدمي الرب؟ الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش، كرسي موضع القدمين لله عز وجل، هو تحت العرش. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من المعلوم عند أهل السنة أن آيات وأحاديث الصفات من المحكم وليست من المتشابه، فكيف نجمع بينها وبين الباب؟ إيش؟ يقول: من المعلوم أن آيات وأحاديث الصفات من المحكم وليست من المتشابه، فكيف نجمع بين ذلك وبين ما ورد في هذا الباب؟ لا تعارض بين ذلك وبين ما ورد في هذا الباب، لا تعارض في ذلك، فسر بعضه ببعض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أسئلة تكررت تسأل عن معنى إذا جلس الرب على الكرسي، يقولون هل هي بمعنى العرش؟ الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش، موضع القدمين كما جاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى الصحيح في حروف القرآن مثل ألف لام ميم وصاد وطاها؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذه الحروف المقطعة فيها إشارة إلى التحدي، لأن القرآن هو من هذه الحروف، القرآن من هذه الحروف، فهذا القرآن هو من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بمثله أو بشيء من مثله، فهذه الحروف أنتم تتكلمون بها وتتخاطبون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بمثل آية أو سورة من القرآن، أدل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأنه كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين هذين المصطلحين، صاحب بدعة أو مبتدع؟ كلاهما سواء، صاحب بدعة أو مبتدع، هو هو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب على كل مسلم تعلم معاني أسماء الله الحسنى وحفظها؟ نعم، مهما أمكنه ذلك أن يتعلم، وما لم يعلم معناه فليتوقف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الشرك الأصغر والوسيلة إلى الشرك؟ نعم، بينهما فرق، الوسيلة هي الطريقة التي توصل إلى الشيء،
وأما الشرك فهو إثبات آلهة مع الله سبحانه وتعالى، أو إعطاء صفات الله للمخلوق الذي يعظمونه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن تأويل الحروف المقطعة في القرآن لنقول لكي يثبت الله بها إعجاز القرآن؟ أعد السؤال. يقول: هل صحيح أن الحروف المقطعة جاءت في القرآن لكي يثبت الله بها إعجاز القرآن، وأن المشركين عجزوا أن يأتوا بمثله؟ نعم، هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. الكثير يقولون الله أعلم بمراده، شيخ الإسلام يقول هذه إشارة إلى أن القرآن إشارة إلى التحدي والإعجاز، حيث إن القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله. تحداهم أن يأتوا بمثله، كل القرآن عجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات بزعمكم عجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا عن ذلك. دل على أن القرآن وهو مركب من هذه الحروف العربية أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح من يقول أنه لا أحد يعرف معاني المتشابه في القرآن؟ إلا المتشابه يرد إلى المحكم فيتضح معناه، يرد المتشابه إلى المحكم فيتضح معناه، ولكن لا يقدر على هذا إلا أهل العلم الراسخين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يترحم على المبتدعة من المعتزلة أو غيرهم بأعيانهم؟ لا، إذا ترحمت عليهم معناه أنك روجت كلامهم ومقالهم، أسكت عنهم، أسكت، لا تترحم ولا تتكلم فيهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يجمع المسلم بين بغضه لأهل البدع وحب الهداية لهم؟ لا تعارض بينهم، ما داموا على البدعة فنحن نبغضهم، وإذا قبلوا النصيحة وتابوا أحببناهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقال أن الله جسم؟ ما ورد لفظ الجسم لا في الكتاب ولا في السنة، فلا يقال هذا في حق الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز اليمين بقول ورب المصحف؟ اليمين القسم بقول ورب المصحف؟ لا، ما يقال هذا، ليس رب المصحف، إنما المصحف من كلامه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يقال أن كل مربوب مخلوق سوى الله؟ ما سوى الله فهو مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما تفسير هذه الآية في قوله تعالى: بل نحن محرومون؟ نحن هل ترجع لله؟ لا، هذا قول أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يعني بستان كان أبوهم في حياته يتصدق منه بثلثه ويبيع ثلثه،
ويدخر الثلث لقوته وقوت عياله. فلما جاء أولاده وكان يفتح الباب وقت الجداد يدخلون الناس والفقراء ويأكلون منه وتنزل البركة فيه، فهم لما مات أبوهم تواصوا أن يجدوا النخل بالليل حتى لا يأتيهم فقير، حتى لا يأتيهم فقير. فالله جل وعلا أنزل على حديقتهم أو على نخيلهم، أنزل عليها صاعقة فأحرقتها. لما أضمروا هذه النية حرمان الفقراء من أن يدخلوا وأن يأكلوا منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لأنها اليوم عليكم مسكين، غدوا على حرد قادرين، يظنون أنهم جو آخر الليل ويظنون أنهم ما جايوا معك، فالله جل وعلا أحرقها في الليل يوم جو لها ولها كالصريم محترقة بناء على نيتهم والعياذ بالله. لما نووا النية الخبيثة أحرق الله حديقته. أرادوا أن يحرموا الفقراء من الدخول والأكل وقت الجداد. نعم. أحسن الله إليكم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم محترقة. نعم. فلما جاءوا قالوا ما هي بهذه حديقتنا، احنا ضائعين. ثم تراجعوا وقالوا لا هذه. نعم. ولكن نحن أخطأنا، ولكن ما ينفعهم الندم بعد ما وقع الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل البدع كل بدعة هي سبيل من سبل الشيطان؟ التي كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع لا خير فيها، الله أغنانا بالكتاب والسنة، لسنا بحاجة إلى البدع والمحدثات التي تضلنا. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: وهل تدخل في هذه الآية في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ تدخل في عمومها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشتهر في بلادنا قول الرجل لزوجته إذا أنجبت: شكرا لك على الولد. إذا أنجبت. نعم. إذا أنجبت أن يقول لها: شكرا لك على الولد، أو جزاك الله خيرا على الولد، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز. أسند هذا إليها، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولماذا لم يقل شكرا لله الذي رزقني هذا الولد؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز القول أني ورثت هذا المال من آبائي مع قصدي أن هذا إنما كان بسببهم؟ إذا كان قول هذا ورثته عن آبائي إنكار أنه من الله فهذا باطل. أما إذا قال ورثته عن آبائي من باب الإخبار مع اعترافه أنه من الله، آباؤه من أين جاءهم هذا؟ من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء بجاه النبي؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قد رأوا حديثا كذبوه: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التورق؟ التورق؟ نعم. ما هو التورق الذي تقصد؟ ماذا تورق؟ أنك تشتري سلعة بثمن مؤجل
تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها وتقضي بثمنها حاجتك، هذا التورق يسمونه الغائبة والدينة الآن، الغائبة أو الدينة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلادنا يقول إذا أهل هلال هذا الشهر فإن التيجانية من الصوفية يخصصون هذا الشهر من بدايته إلى اليوم 12 بقراءة قصيدة البردة للبوصيري ويلتزمون ذلك. هي نصيبهم والعياذ بالله، هي نصيبهم، لما لا يقرؤون القرآن الكريم ويتركون البردة التي فيها الضلال وفيها الكفر والشرك؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس، يقول فيها يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، نسي الله سبحانه وتعالى، ما لمن ألوذ به سواك عند الحادث العممي، إن لم تكن آخذا في معادي بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، نسي الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول هو الذي ينقذه يوم القيامة. نعم، من الغلو والضلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس الله لا يرينا قوته؟ لا بأس بذلك. نعم، الله لا يرينا قوته، ما ننطح شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك مسافة أو ضابط بحيث أن المسجد إذا بعد عن هذه المسافة لا يجب عليه إجابة الداعي إلى صلاة الجماعة؟ العبرة بسماع الأذان يا أخي، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. العبرة بسماع النداء المجرد، بالصوت المجرد، لا بالمقرفون، الصوت المجرد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: طالب يسكن مع طالب آخر في غرفة واحدة، وأحدهما أخذ عددا يقول من المصاحف قبل سنوات، يقول أخذها للتوزيع وتركها في مدخل الغرفة، وذكره زميله بتوزيعها لكنه لم يوزعها، يقول: فهل على الطالب الآخر أن يأخذها دون إذنه ويتولى أمرها؟ لا، يذكره بذلك، يذكره بذلك، فإذا تذكر ووزعها حصل المقصود، وإلا فهي في عهدة الأول. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول من أوروبا، يقول: عندنا داعية إلى عقيدة الأشاعرة، يقول: لما رددنا عليه أخذ ينشر الإشاعات والأكاذيب حول أعراض الذين نصحوه، يقول: فما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي أن تستمروا على ما أنتم عليه من بيان الحق توضيحه للناس، ولا يهمكم أمر هذا المعارض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب تحريك الشفتين عند القراءة في الصلاة؟ لا بد من هذا، إذا لم يحرك شفتيه فإنه معناه ما قرأ، لازم من تحريك الشفتين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل شكر من أسدى إلي معروفا واجب شرعي؟ نعم، بقدر ما أسدى إليك تثني عليه وتدعو له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس ملابس عليها أحسن الله هل يجوز لبس ملابس عليها
شعار لآلهة من آلهة اليونان يقول لا يجوز لبس الثياب التي فيها صور، التي فيها صور ذوات أرواح، ولا يجوز لبس ما ذكرت أشد، هذا أشد، التي عليها شعار الكفر، شعار أهل الضلال، يعني معناه أنك تنشر هذا المذهب وهذا القول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول شخص يجمع بين مدرسين يقول يجمع بين المدرسين والأولياء ويأخذ نسبة منهم على كل تلميذ، يقول فهل هذا جائز؟ إيش؟ يقول رجل يجمع بين المدرسين وأولياء الطلاب ويأخذ نسبة من المعلمين على كل تلميذ، يقول هل هذا جائز؟ إذا كان له راتب من الدولة أو من جهات أهل الخير له راتب، فلا يجوز له أن يأخذ من الناس. أما إذا لم يكن له راتب فإنه يجوز أن يأخذ من كل طالب، لكن الناس اللي الضعفاء تسامح عنهم، وأما اللي يقدرون يأخذ منهم ولا يثقل عليهم، يأخذ ما تيسر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من خارج البلاد يقول هل الحاكم الذي يحكم في دولته بالقوانين الوضعية ولم تقم عليه الحجة يعتبر وليا للأمر تجب طاعته بالمعروف؟ لا أدري، لا تسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أحد أقاربي قتل شخصا وطلب أولياء الدم الدية، يقول بالملايين، يقول وعندنا اتفاقيات في القبيلة بالضغط الاجتماعي القبلي بأن تدفع الدية موزعة على أفراد القبيلة الكبير والصغير حتى الأطفال والرضع والفقراء والمساكين بالقوة، وأنا متحرج من الدفع في هذا الدم، فما حكم فعلهم هذا؟ لا يجوز القوة والإجبار، أن تبرع وساعد باختياره لا بأس، أما أن تجبر أحدا أنه يتبرع ويتحمل هذا لا يجوز. نعم، هذا ظلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم التفريق بين الزوجات في النفقة؟ يعطي كل زوجة كفايتها، يعطي كل زوجة كفايتها، ولا يفضل بعضهن على بعض، لأن هذا يحدث الشقاق ويحدث أضرارا عليه، فيعدل بينهم في النفقة، في الكسوة، في المبيت، نعم، في المسكن، 4 أشياء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول المجسمات التي على شكل إنسان أو حيوان هل يجوز اتخاذها إذا كانت لا تعبد؟ لا يجوز أخذ الصور مجسمة ولا صور يعني مرسومة، صور مرسومة على أوراق أو على جدران، كل هذا لا يجوز. ولا تدخل الملائكة كما في الحديث الصحيح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف يغرس الداعي إلى الله حب التوحيد في بيئة عاشت وتربت على الغلو في الصوفية؟ يتدرج معهم شيئا فشيئا، يعرض عليهم الحق ويرغبهم فيه، وهذا الذي يستطيع. وأما الهداية فهي بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت تقوم بما تقدر عليه من البيان والتوضيح والدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إلصاق الرجل بالرجل عند الاصطفاف للصلاة؟ هذا شيء لا أصل له، وإنما تتقاربون. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بسد الفرج والتقارب بحيث لا يبقى في الصفوف فرج، ولا يكفي هذا أنك تجعل رجلك مع رجل اللي بجنبك تضايقه، ربما يحصل منه استنكار لهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ يقول: ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ ليست بواجبة على المأموم إذا سمع قراءة الإمام. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: هذه الآية نزلت في الصلاة، فإذا كان الإمام يجهر فاستمع له، ثم إن قرأت بعده هذا أكمل، وإن لم تقرأ تكفي قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطفلة الصغيرة تقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، ولكن المرور بين يدي المصلي منهي عنه لأنه يشغل المصلي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لولي الطفل الذي لم يبلغ أن يطيل لباسه تحت الكعب لأن الطفل في مرحلة النمو؟ لا يجوز له ذلك، لا للكبير ولا للصغير. إطالة الثوب لا تجوز، إلى الكعب، الثوب إلى الكعب، وما نزل عن الكعب فهو في النار كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت أعمل في المقاولات، وكان يعمل معي من العمال من لا أعطيهم حقوقهم ولا أستطيع الوصول إليهم ليعطيهم حقوقهم، يقول: فماذا أفعل الآن؟ العمال سم؟ عمال؟ نعم. من الخارج يعني؟ ما أدري، يراجع جهة الاستقدام، ربما أن عناوينهم عند جهة الاستقدام، فإن استطاع إيصال حقهم إليهم فهذا واجب عليه، وإن لم يستطع فيتصدق به على نية أن الأجر لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي وسائل الثبات على الدين في زمن الفتن؟ تمسك بالكتاب والسنة ومصاحبة أهل الحق